قرار الجهاز الفني الإسماعيلي إقامة معسكر مفتوح للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى موعد مباراته مع نادي زد في الأسبوع الأول للدوري الممتاز، والمحدد موعدها 18 سبتمبر الحالي بإستاد القاهرة. وكان إيهاب جلال المدير الفني الإسماعيلي ألزم أعضاء الفريق الانتظام في مران اليوم الخميس بعد انتهاء الراحة الـ 24 ساعة بوجود كل من أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال ومحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ومحمد هاشم ومحمد نصر وياد العسقلاني ومحمد عمار ومحمد دسوقي وعصام صبحي وحمد النجاز وأحمد محسن ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وعماد حمدي ومحمد حسن ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي وعمر الساعي ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع وحازم مرسي وباسم مرسي وعبد الرحمن مجدي وبكر حمزة الجمل وعمر السعيد وعبد الله السعيد ومحمد وجدي وعبد الله حسني ومحمد إيهاب ومحمود ياسين أوتاكا ومحمد البحيري وحمادة صلاح وعبد الرحمن شعبان ونادر فرج والغاني ياو أنور. وقال حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي أن العد التنازلي لمواجهة زد الرسمية بدأ، وهناك استنفار بين اللاعبين بتكثيف التدريبات تمهيدا للوصول للفورمة المطلوبة قبل أول مباراة بالمسابقة المحلية. وأضاف أن إيهاب جلال يدرك جيدا قدرات وإمكانيات أعضاء فريق الإسماعيلي وتوظيفهم داخل المستطيل الأخضر بعد أن أشرف على إعدادهم بدنيا وفنيا وخاض بهم 9 لقاءات ودية متدرجة القوة منذ بدء فترة الإعداد في 7 أغسطس الماضي. وأشار المدرب العام للإسماعيلي أن المراكز لا يوجد بها أي قصور مثلما يعتقد البعض بعد توظيف جميع اللاعبين سواء الأساسيين منهم أو البدلاء الذين يدركوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم للظهور بشكل مشرف مع انطلاق ماراثون الدوري. وأوضح أن قائمة الإصابات بالإسماعيلي لا تضم سوى محمد بيومي، واقترب اللاعب من التماسل للشفاء خلال أيام عقب تكثيف الجرعات العلاجية له تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي والطاقم المعاون له. وأكد أن جماهير الإسماعيلي الوفية يقع على عاتقها دعم ومساندة الجيل الحالي من أعضاء الفريق الكبار والصاعدين والبعد عن توجيه أي انتقادات قد تحبط معنوياتهم وتؤثر سلبا عليهم لتثبيت أقدامهم داخل المستطيل الأخضر، لأن الجماهير هي السلاح المعنوي الأقوى الذي يعتمد عليه فريق الدرويش لاستعادة بريقه في الدوري.